السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر خلاصة. معكم محمد نور الدين. مواعيد مباريات الجولة 26/23 من الدوري الإيطالي. لأول مرة تزور في القناة انزل اشترك في القناة بتضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. متابعينا الكرام، بداية الجولة 23 من الدوري الإيطالي اليوم الجمعة 19/2/2021. الفيديو هيكون بتوقيت مصر. توقيت مصر هو توقيت ليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا. لو عايز توقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق من فضلك زود ساعة على توقيت الفيديو. يعني كمثال مباراة فيورنتينا أمام سيبيزيا ميعادها الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، هيكون ميعادها الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والدول الأخرى. لو عايز توقيت الإمارات وعمان من فضلك زود ساعتين، ف 7:30 مساء بتوقيت مصر هتكون 9:30 مساء بتوقيت مكة بتوقيت الإمارات وعمان. لو عايز توقيت تونس الجزائر والمغرب من فضلك قلل ساعة، ف 7:30 مساء توقيت مصر هتكون 6:30 مساء بتوقيت تونس الجزائر والمغرب. ولو عايز توقيت جرينتش وموريتانيا من فضلك قلل ساعتين، ف 7:30 مساء هتكون 5:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. متابعينا الكرام، اليوم الجمعة 19 فبراير 2021 عندنا مباراتين. فيورنتينا امام سيبيزيا الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 او 4، معلق المباراة مودر اليوسف. كالياري امام تورينو الساعة 9:45 دقيقة، يعني 10:15 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 4 او 4، ومعلق المباراة عامر الخزيري. غدا السبت 20 فبراير 2021 لاتسيو هيلعب امام سامبدوريا الساعة 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر، الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4، ومعلق المباراة عامر الخزيري. جنوا هيلعب امام هلاس فيرونا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 او 4. ساسولو هيلعب امام بولونيا الساعة 9:45 دقيقة او 10:15 مساء بتوقيت مصر، والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 او 4. يوم الاحد 21 فبراير 2021، بارما هيلعب امام اودينيزي الساعة 1:30 ظهرا او مساء بتوقيت مصر، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 او 4. بعد كده ميلان هيلعب امام انتر ميلان، ديربي ميلان، مباراة قوية جدا جدا، قوة الجولة 23 من الدوري الايطالي. مباراة ميلان امام انتر ميلان ميعادها الساعة 4 عصرا او مساء بتوقيت مصر، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، و 3 عصر مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والقناة الناقلة للمباراة بين سبورتس اتش دي 1 او 1 وبين سبورتس اتش دي 4 او 4، معلق المباراة المتألق عصام الشوالي. اتلانتا هيلعب امام نابولي، مباراة قوية جدا ايضا، ميعادها 7 مساء بتوقيت مصر، 8 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والقناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 4 او 4، معلق المباراة علي محمد علي. بنفنتو امام روما، القناة الناقلة للمباراة قناة بين سبورتس اتش دي 4 او 4، معلق المباراة حسن العيدروس، ومعاد المباراة الخاصة بروما 9:45 دقيقة و 10:15 مساء بتوقيت مصر، والساعة 10:45 دقيقة و 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. آخر مباراة في الجولة 23 يوم الاثنين 22 فبراير 2021، يوفنتوس هيلعب أمام كروتوني، مباراة يعني إلى حد ما المفروض تكون كويسة، ميعادها 9:45 دقيقة و 11:15 مساء بتوقيت مصر، 10:15 عذرا، 9:45 دقيقة يعني 10:15 مساء بتوقيت مصر، و 10:45 دقيقة يعني 11:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة، القناة الناقلة بين سبورتس اتش دي 1 بين سبورتس اتش دي 4، معلق المباراة حفيظ الدراجي. وكان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاص. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.